ابدأ بتحضيرات نقل الذهب حالاً. أمرك يا سيدي. يقال أن لها أشواكاً تحمي بها نفسها، أهذا صحيح؟ بعضها كذلك، وأشواك بعضها الآخر تفيدها في التعلق بما حولها كي تنمو، لكن أحياناً ستجرحك إن حاولت مجرد لمسها. ما يجرح بشوكه يعالج بأزهاره أو بأوراقه، لفها صعب بيد واحدة. ما زلت إلى الآن أضمد جراحي بنفسي، أحياناً بيدين وأحياناً بيد واحدة. حين عدت من الحرب أنت من ضمد جرحي، كنت مديناً لك وسأرد ديني. أعلم أن جرحي لك ليس في يدك، وأعلم أن تضميده ليس سهلاً كتضميدها، لذا تضمد هذا الجرح بدل الجرح الذي تسببت به يا سيدي؟ أتهرب من الأصعب؟ تسببت بجرح، لكن مما أهرب لا أعلم. أما كنت تجمعين الزهور؟ سأكمل حين تشفى يدي، إن جمعتها بيدي الأخرى فقد تجرح وتنزف أيضاً.